الصباح الخير، اسعد الله صباحكم. ما شاء الله شوف الطاووس هنا، ما شاء الله شوفوا هاي الريش كله راح يطيح لنهاية هاي الشهر. هذا اللي يستعرض بالدين ماله والريش ماله كله راح يروح. طبعا هذا الطاووس الابيض ما شاء الله جميل صراحة، طاووس الابيض ما شاء الله هذا ابيض خالص ولا لون غير عن اللون الابيض ما شاء الله. اتناوج شوي عاد ما شاء الله. طاووس بقى تشوفون وجهك هاك هاك شوفوا ما شاء الله ما شاء الله شوف شلون استعرض ما شاء الله شوف طبعا هذا الحين موسم مالهم خلاص الموسم التصاقة الريش الى نص سبعة تقريبا وطبعا الحين موسم التكاثر مالهم بعد ويا الريش يعني وقت ما يطيح الريش بعد تساقط الريش له بعد موسم التكاثر مالهم تفريخ